أعلنت روسيا سيطرة قواتها على قرية فانيفكا الواقعة على بعد 15 كيلومترا من بوكروفسك، وهو مركز لوجستي مهم في شرق أوكرانيا. وتمثل سيطرة القوات الروسية على قرية إيفانيفكا القريبة من بوكروفسك هدفا للقوات الروسية باعتبارها موقعا مهما لطريق رئيسي يزود القوات الأوكرانية والمدن عبر الجبهة الشرقية بالإمدادات. ويأتي تقدم موسكو في الشرق في وقت تشن فيه أوكرانيا هجوما غير مسبوق عبر الحدود على منطقة كوريسك الروسية، حيث أعلنت أنها سيطرت على عشرات القرى الروسية. ومن جهة أخرى أصدرت السلطات الروسية أوامر إجلاء السكان من منطقة أخرى في مقاطعة كوريسك الروسية التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئيا بحسب ما ذكره الحاكم أليكسي سميرنوف.